بالنسبة لإلي البذور هن الأساس، أساس حتى أساس الديمقراطية. إذا ما عندك بذور زراعية ما عندك إنتاج، يعني أنت ما عندك اكتفاء ذاتي كشخص وككوميونيتي، يعني كمجموعة وكدولة. هيدا الشيء كله شفت أهميته بالبذور من وراء الأزمة الاقتصادية تبع اليونان، كوني أنا يوناني وكنت عايش باليونان قبل ما أجي على لبنان. بالكريزة بال 2010 بلشت تصور دوكيومنتير A Seed for Change، دوكيومنتير خاصه بالزراعة بالبذور وبأهميتها، وهونيك عن جد فتت بالتفاصيل كلياتها تبع شو عم بيصير بالعالم بخصوص الأكل والبذر. أخذ معي 7 سنين شغل واشتغلته كله لحالي وصورت ب5 بلدان. عشت التجارب تبع إنه شو معناتها أنت يكون عندك بذر زراعي مظبوط وشو بتعملي فيه. كان عندي هالبالكون بعد صعوبة وجهد حصلت على البذور المضبوطة من عدة مطارح باليونان، وشو ما جبت زرعته على البالكون وتأملته وتابعته، يعني وغيرت نمط حياتي السريع الركض على نمط الشتلة يلي بتنطريها 4 أيام لتشوفيها طلعت. فتحول بالكوني من سيمنتو تحولت لخضار. كانت بالنسبة لي انك تزرعي على البلكون مدرسة، ومن وراها سجلت NGO وعملت موفمان نتورك عالم بيزرعوا كلياتهم على البلكين.